والله إنني أدركت أقواما مغمى عليهم، إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته، والله على ما أقول شيء. والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا، لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم، أن يزيد أعمالهم، أن يضاعف حسناتهم، فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها. ويوجد، وهذا من قسوة القلب، من ينام عياذا بالله وقد عقد العزم أصلا أن لا يقوم لصلاة الفجر، ومع ذلك ينام، من الذي يحفظه؟ الله. ويقوم ويمشي في الناس، من الذي يرزقه؟ الله. والله عندما نام هذا العبد كان يعلم أزلا جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي، ومع ذلك ربه يمهله يكرمه يقيمه من مرقده معافا يمشي ثم يرزقه. فهل أحد أحلم من الله؟ والله لا أحد أحلم من الله. والله لا أحد أحلم من الله. والله لا أحد أحلم من الله. والله لا أحد أحلم من الله.